السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عمر الخير، بسم الله. حرفه الباء. البطة هي طائر برمائي تعيش في الماء على اليابسة، وهي تحب الماء كثيرا. تمتاز البطة من قارها العريض المسطح وعنقها القصير، وقائمتيها القصيرتين تشبه الكفة لها غشاء جلدي رقيق في أرجلها يجعلها من الصعب أن تسير على اليابسة بسرعة. لها مخالب على الأصابع المشبكة، تنبش الأرض بها، يقتات البط الحشرات والحلازين والأسماك والضفادع والأعشاب والحبوب. تضع الأنثى بيضا يتراوح عدده من 6 إلى 15 بيضة تحضنهما بين 23 إلى 35 يوما. يربى البط وينتفع بلحمه وبيضه
به الذي يستعمل في حشو اللح في والمخدات لنعومته يسمى صوتها البطة ويسمى ولدها الفرخة ويسمى بيتها الخمّة والأفحو